كنلاحظوا وجود وجوه جديده تساعد في تنظيم المحطه الطرقيه والزيان اللي مقابل اصحاب البافيط اللي ولكن لا محل لهم من الاعراب. انا كنعرف المحطه غنظمها اداره المحطه، ما غنظموهاش من هبه ودب، اداره اللي كتنظم. هما اللي كنبغيو نحطوا ناس في البيروات، كنحطوا ناس اللي اهل بالثقه، ناس اللي حريفيه ضيعوا حياتهم وضيعوا عمرهم في هذه الحرفه هذه. ماشي حنا غير واحد جا نسيبي او دخالتي او هادي نجي ندخلو واحد ضرب عمره كامل يضيع. حنا المخير فينا اتحاد ما والاتحاد ما كيعرف يصوب حتى صباط خيط ديال الضوم تعرف تصوبو. هادي هي الحرفه اللي عشنا وكبرنا فيها مع والدينا وجدودنا. ما يمكنش لينا غنمشيو لشي بلاصه. شنو هما هاد الخروقات اللي طرات؟ هاد الخروقات ان كاين لوبي ديال العصابات في المحطه. اش كيدير؟ لوبي ديال العصابات. الدرويش ما تيعيش، الدرويش ما يعيش معاهم، تيعيشوا هما للفلوس. هادشي اللي كاين. والاذن ديال الزياده في الاثمنه باذن النقاله، هما اللي باغين الزياده. اما البوفريه راه تيعطيهم 100 ريال في البلاصه، بلاصه زايده فيها 80 درهم تيعطيو فيها 100 ريال. هادشي اللي كاين منهم لهم منهم. وعند ربكم تختصمون، حساب سال عند الله. من 2002 وانا هنا في المحطه. دابا كثروا الكورشيه بزاف، الاولوا شي وحدين تيجيو ما عرفناهمش حنا واش مع من خدامين واش كيديروا هنا. يعني بغينا النظام اللي حريف وقديم كيخدم مرحبا، اللي راجع ما عرفوه ولا يمشي بحال هكا. خلاصه تلقاو ما عرفناش داك الشيء في القانون ديالهم، هما كتسدوا هما اللي كيسدوا، كتحل هما اللي كيحلوه. ولا سدات راه كيبداو الخطافه على برا وكيبداو الطاكسيات كتولي الروينه. يعني خاص النظام، النظام هو يديروا الباتجاج، فهمتيني؟ باتجا ديالك تجمع من خدام، اي واحد عنده باتجا ديالو يدخل، ما عندوش ما خدامش ما يدخلش. خلاصه تلقاو شويه الحركه شويه وصافي، ماشي كيما ديما. بالنسبه للاثمنه؟ اثمنه طارفه عاديه، ما كاين لا زياده لا والو.